لو استطعت علينا برنامج الشباب اللي المسلمين يسيروا عليه في يوم عرفة، بدءا من فجر اليوم حتى المغرب. أولا يبدأ بصلاة الفجر في جماعة، كما قلنا يصلي الفجر في جماعة بداية، ثم يجلس ويقرأ وردا من القرآن سواء كان جزء أو جزئين أو ثلاث حسب ما يتيسر له من قراءة القرآن، وإن كان متدبرا فليقرأ أقل يعني من أكثر من هذه الأجزاء، يقرأ جزء ويتدبر القرآن فيه خير من أن يقرأ ثلاثة أو أربعة، لأن العبرة ليست بالعدد، لأن الله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فالجزء المتدبر فيه أفضل. ثم يصلي الضحى ركعتين أو أربع أو ستة أو ثمانية ركعات، فيستحسن أن يأتي بالحد الأقصى وليس الحد الأدنى، لأنه يوم عرفة يوم مميز خلافا للأيام السابقة. ثم إن كان يستطيع أن ينام أو يمشي في حاجته، ثم يصلي الظهر في جماعة ويدعو الله عز وجل في وقت الظهر، وقت الحجيج يقف في عرفات ويدعون، فيدعو مثلهم ويتأسى بهم، ويصلي العصر في جماعة أيضا، ثم يمسك طبعا ممسك عن الطعام، وفي المغرب يفطر المغرب ويدعو وقت دعاء وقت إفطاره للمغرب، ويحافظ على هذا اليوم ويكثر من التكبير في كل وقت دبر كل صلاة، لأن يوم عرفة يوم تكبير، من فجر يوم عرفة يبدأ التكبير إلى عصر اليوم الأخير من أيام التشريق رابع يوم العيد، فهو يكبر دبر كل صلاة، وإن كان في سيارته يكبر، إن كان في بيته يكبر، ودائما كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، كان إذا دخل السوق كبر حتى يكبر الصحابة جميعا ويكبر جميع من في السوق حتى تضج ساحة الأسواق بتكبير المسلمين في هذا اليوم، فعليه أن يكثر من التكبير والتهليل لله عز وجل، لأنه يوم عرف يوم التكبير. ليه بنجد في هذا اليوم يا شيخ جابر روحانيات ومشاعر يعني دينية كبيرة عند المسلمين؟ اليوم لأنه مش اليوم فقط، ولكن أي عبادة تؤدى بمظهرية جماعية والجميع يتعايش معها تستشعر أنها عبادة ممتعة وجميلة وطيبة، لأن الجميع متكاتف فيها. شهر رمضان مثلا، لماذا تشعر بالراحة وشهر الخير وشهر الاطمئنان والسكينة؟ لأن الجميع صائم، معظم الناس، الجميع يكف لسانه عن الريبة وعن النميمة وعن الغيبة وعن سوء الظن وعن الفحشاء من القول، فتجد عبادة جماعية الجميع متوافق عليها فتشعر بها، لأن الإسلام دين جماعي وليس دين فردي، دين العبادات الجماعية، صلاة في جماعة، الصيام الجماعي بالشكل العام، الزكاة عندما تؤدى، فأي عمل تطوع أي عمل خيري لله عز وجل يؤدى بصورة جماعية تشعر بحلاوته. فيوم عرفة الجميع بيكبر، الجميع بيحج، الجميع صائم، فتشعر به. كذلك يوم العيد، الأعياد، لماذا تشعر بالعيد؟ يعني لو عندك عيد ميلاد ما بتشعرش به زي عيد الفطر والأضحى. ليه؟ لأنه عيد الميلاد عيدك أنت بس وحدك، فأنت بتحتفل مع نفسك، لكن عيد الفطر وعيد الأضحى المسلمين الجميع، فالعبادات الجماعية تشعر فيها بالبهجة، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده ولكن يعيش وسط مجتمع، فيشعر بالمجتمع ما لا يشعره بالفرد.